حياكم الله أبنائي الأعزاء، ومرحبا بكم مجددا في حصة الأنشطة اللغوية. أبنائي، خذوا أوراق الأنشطة وأقلامكم واستعدوا للعمل. على بركة الله، تابعوا معي، سأقرأ التعليمة الأولى. ألاحظ الصورة ثم أكتب المقطع الناقص: غن، غا، غو، غا. ألاحظ الصورة ثم أكتب المقطع الناقص: غن، غا، غو، غا. التعليمة الثانية: أكون كلمات من المقاطع الآتية. أكون كلمات من المقاطع الآتية: أقرأ مقاطع كل مستطيل وأكون منها كلمة، ثم أكتبها داخل الإطار. أقرأ مقاطع كل مستطيل وأكون منها كلمة، ثم أكتبها داخل الإطار. والآن مع التعليمة الثالثة: أرقم البطاقات لأحصل على جملة مفيدة. أرقم البطاقات لأحصل على جملة مفيدة. نمر إلى التعليمة الرابعة: أكمل الجمل بالكلمات الآتية: بلغة، بغلا، المرعى. أكمل الجمل بالكلمات الآتية: بلغة، بغلا، المرعى. التعليمة الخامسة: أجزئ كل كلمة إلى مقاطع كما في المثال. أجزئ كل كلمة إلى مقاطع كما في المثال: مبراغ، مبراغ، مب، را، غن، مب، را، غن. والآن مع التعليمة السادسة: أصل كل ضمير بما يناسبه. أصل كل ضمير بما يناسبه. نمر إلى التعليمة السابعة: أقرأ الجمل ثم أضع علامة أمام الجملة المناسبة للصورة. أقرأ الجمل ثم أضع علامة أمام الجملة المناسبة للصورة. والآن تلامذتي الأعزاء، أترككم تنجزون الأنشطة اللغوية، وفي الحصة المقبلة سنقوم بتصحيحها. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.